ونتحول إلى القاهرة التي تستضيف جلسات الحوار الفلسطيني لإنجاز المصالحة بين فتح وحماس وبحث ملفات تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من العمل في قطاع غزة، وأبرزها الانتخابات، القضاء والأمن والسلاح، منظمة التحرير والرؤية السياسية. وين وصلت؟ برعاية مصرية استأنفت حركتا فتح وحماس مباحثاتهما في القاهرة لوضع آليات لتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع عام 2011 الذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية. هذا يأتي في إطار التنسيق المصري الفلسطيني من أجل المصالحة وترتيب الأوضاع داخل قطاع غزة. هذا الأمر لا يمكن إتمامه في لقاء أو جلسة واحدة، وإنما يستوجب جلسات ولقاءات متتالية بغرض التباحث بشأن الآليات التنفيذية التي من خلالها سوف يتم تنفيذ وتطبيق الاتفاق على أرض الواقع. هناك لجان فنية، هناك لجان أمنية، لابد وأن تناقش التفاصيل التي من خلالها يتم استكمال عملية المصالحة. عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، كشف عن أن النقطة الأساسية المتفق عليها في جدول أعمال الجلسات هي مناقشة تمكين حكومة الوفاق من عملها في قطاع غزة. وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي حاول الطرفان بثها، إلا أنهما لم يقللا من صعوبة القضايا المطروحة على طاولة البحث، ومنها ملف إدارة المعابر والحدود الذي يعد واحدا من الملفات الشائكة بين فتح وحماس. ملف المعابر حيكون كما طلبته السلطة الوطنية الفلسطينية، وكما أكدت مصر أن هذه المعابر يجب أن تخضع للقانون الدولي، بمعنى أنها معبر بين دولتين وليست معبر بين قريتين، إنها معبر بين فلسطين ومصر، ويجب أن تكون المسؤولية للمسؤولين الحقيقيين عن الشعب الفلسطيني، وهي السلطة الوطنية الفلسطينية. المباحثات بين فتح وحماس بالقاهرة ستنظر في سلسلة قرارات عقابية اتخذتها السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الأخيرة، بينها وقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة وخفض رواتب موظفي السلطة هناك. المباحثات الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس التي تجرى في القاهرة برعاية مصرية تأتي كمحاولة لتجاوز الخلافات بعد إحراز تقدم بين الحركتين في الجولة الماضية، وإن كانت هناك بعض الملفات الشائكة التي تنتظر هذه المباحثات. مستجاب عبد الله، سي جي تي إن العربية، القاهرة.